أعزائي المشاهدين، رجعنا من الفاصل عشان نتعرف النهارده بالشيف سحر السيد. الشيف سحر السيد من مركز بسيون الغربية. ازيك يا شيف سحر؟ ازي حضرتك يا استاذة أمير؟ عايزة أقول لك جوعتيني بجد. الريحة فظيعة يعني، مش قادرة أقول لك. عرفيني بنفسك بقى شيف سحر. أنا سحر السيد من مركز بسيون الغربية. هاوية، مش يعني مش بشتغل المهنة دي، بس أنا حباها. تمام. عندي اصلا اخواتي هم مركز بسيون مشهورين اصلا بالمهنه دي. بجد مهنه الطبخ يعني؟ ايوه. دي هوايه بالنسبه لكم ولا انتوا خلاص واخدينها مهنه؟ لا، هم بالنسبه لاخواتي هم لا، هي مهنتهم بس انا هاويه كده. طب قولي لي بقى النهارده هتعملي لنا ايه بقى؟ يعني انا شامه ريحه كده مش قادره اقول، جوعتيني بجد. هنعمل ان شاء الله حمام كداب. تمام. حمام كداب؟ بكره يزده ان شاء الله. حمام كداب الطريقه بتاعته 4 بصلات مبشورين ومعانا نص كيلو كبد وقوانص وكوبايتين رز. تمام. هنعمل طبعا الكبد القوانص الاول. لا قولي لنا بقى الخطوات بقى، يعني واحده واحده كده على الساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين. اول خطوه ايه؟ حطيت اول حاجه 4 بصلات مبشورين. تمام. وبعد كده حطيت القوانص. مش قادره اقول لكم يا جماعه الريحه تجنن. وبعد كده حطيت فلفل اسود وشويه بهارات كده بسيطه، ما كترش البهارات بس عشان الاكل يعني مثلا قولي لهم يعني البهارات الملح قد ايه عشان تطلع الاكل يعني مزمد. معلقتين ملح. تمام. صغيرين نص نص معلقه فلفل اسود ومعلقه بهارات لحمه صغيره برده. تمام. بعدين ومعانا برده الحمام بنجيبه اصلا اللي هو الوراك. قولي لي بقى الحمام الكذاب ده ايه؟ بصي عايزه اقول لك هي وراك مخليه بنجيبها من عند الفرارجي وكده. بنجيبها نغسلها كويس. وراك مخليه يعني احنا بنقول له احنا عايزين وراك مخليه. وراك مخليه. تمام. فبنجيب بقى حسب ما انت عايزه وبنجيبها ميه بصل وندبلها فيها شويه. تمام. وفلفل اسود ونص معلقه ملح. تمام. ونسيبها شويه وبعد كده بقى نعمل بنسيبها في التتبيله بتاعتها. ايوه. طبعا. شويه لو مستعجلين عادي مفيش مشكله. وبعد كده بقى بنعمل الرز وزي ما قلت لحضرتك القوانص كده بنعملها الاول في البصل وبعد كده نحط الكبد وبعد كده الرز ونزوده ياخد يعني نص سوا او ممكن سوا كامل زي ما انت حابه عادي مفيش مشكله. تمام. وبنجيب الحمام ونحط فيه الرز وبعد كده بورق فويل ونجيب بقى الفراخ الكدابه ليه؟ ايوه. ونجيب ورق فويل ونلفه هنشوف مع بعض دلوقتي ان شاء الله. تمام. وبعد كده بنحطه في ميه بقى فيها بصلتين وشويه بهارات برده. هتعملي لنا ايه تاني يا شيف؟ معايا اللازانيا. ان شاء الله باذن الله يعني هتاخدوا طريقه مني للبشاميل سهله خالص. كله يعني على البارد كده يعني كله هيقدر يعملها في البيت عادي ان شاء الله. تمام. والحلو بتاعنا يا شيف ايه النهارده؟ سموزي عصير مانجا باللبن. هتبوظ لنا الدايت النهارده. حرام عليكي. مش مشكله النهارده. انا الريحه مخلياني يا جماعه والله بجد عايزه ادوق اللي بتعمله الشيف. الريحه تجنن. مش مشكله النهارده يا استاذه امير. والله بجد الريحه تجنن يعني مش قادره اقول لكم لو معايا في الاستوديو كان زمانكم جوعتوا جدا. هنحط بقى الكبد اهو. اتفضلي. بسم الله. انا كنت حاطه القوانص من قبل كده. تمام. الاكل ده يا استاذه اميره احسن حاجه في الدنيا. الاكل صح؟ انا اكيد مش هتقولي لي اللي هو الدايت اللي بقى لي 30 سنه بعمله ومش عارفه اعمله. خصوصا في الظروف اللي احنا فيها اليومين دول. بالظبط. يعني فراغ بقى فمن كتر ما احنا عندنا فراغ يا شيف بناكل صح؟ اكيد طبعا. تمام. لا بس عايزين نقلل شويه عشان احنا زدنا اليومين دول. خصوصا لما يكون لون المانجا اللي انا شايفاه قدامي ده والخضار والحاجات الجامده دي. بصي حضرتك البشاميل اهو يعني. تمام. عامل معايا على طول اهو. تمام. ما شاء الله. هنحط بقى لما يبرد شويه هنحط الجبنه المثلثات. الو. طب استني كده يا شيف معانا اتصال ليكي. ماشي. الو استاذة وفاء. ايوه مساء الخير يا فندم. ممكن اكلم الشيف؟ اكيد اتفضلي معاكي الشيف سحر. ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن بس اسالك سؤال لو سمحتي ويا ريت تجاوبيني عليه بعد ما اقفل عشان انا عايزه اعمله يعني. ان شاء الله اتفضلي يا فندم. هو السمك المشوي لما باجي اشويه في البيت بيبقى مقفول. الايه؟ لما يخلص السمك المشوي. السمك المشوي.
اتفضلي. بيبقى في خلطه كده زي بيتسقي بيه كده ميه، خلطه بيتسقي بيها زي اللي هي الميه بتاعه السمك اللي بتتحط. يعني هقول لحضرتك، هقول لحضرتك يا حبيبي. حاضر حاضر اوكي، هقول لحضرتك. احنا طبعا بنجيب السمك معانا. بصي يا شيفاء، طب جاوبي وبعدين معانا. بس معانا استاذ احمد. طب ناخد اتصال. ايوه استاذ احمد من الشرقيه، اتفضل. اهلا بناس الشرقيه، اتفضل يا استاذ احمد. ربنا يعزك. اهلا بناس الشرقيه، نورتنا. ربنا يخليك يا استاذه اميره، يا رب دايما منوره كده ان شاء الله، اكيد كده على ميت ودايما منوره على قناه صحه والجمال. ربنا يخليك لينا يا رب. اتفضل معاك الشيف صحه. والله انا يعني الشيف سحر على راسي وكل حاجه، بس انا ما اقدرش اتكلم. انا عامل دايت الايام دي، فالموضوع صعب بالنسبه لي. باللي انت شامه معايا دلوقتي هتبطل الدايت. انا كنت قبل ما اجي الحلقه بفكر ان انا اعمل دايت، فخلاص باظ. ليه يا فندم؟ ده الرجاله حتى بيحبوا الاكل. والله يعني ما برضه يعني الفتره دي زودتنا شويه يعني. والله زودتنا كلنا مش انت لوحدك. الفراغ بقى. بس انا ليا طلب من استاذه اميره. اتفضل يا فندم. اتمنى بس تناقش مواضيع اللي بتحصل على السوشيال ميديا وال اناقش ايه يا استاذ احمد؟ البرامج بتاعت السوشيال ميديا والتيك توك وما شابه يعني. تمام. وبيطلع بعض الاعلانات على مواقع اليوتيوب، على موقع اليوتيوب يعني انا اسف يعني مخلة، يعني حاجات ما ينفعش تتعرض اصلا. رذيلة مكننة. اكيد. انا استاذ احمد على فكره انا عملت حلقه بس اتكلمت في جزئيه يعني، وان شاء الله اوعدك ان يكون لي حلقه كامله كلها عن موضوع التيك توك، اوعدك. اشكرك يا استاذ احمد. استاذ امير احنا خلاص حطينا ايوه الرز خلاص وهنزوده. تمام اتفضلي. الرز هنزوده. رز ابيض عادي يا شيف صح؟ رز مصري عادي. مصري عادي. يعني في ناس بتحب لو عملت رز بسمتي عادي، عادي رز. مفيش مشكلة. اي رز عادي يصلح يعني. هنحطه هننقعه في ميه نص ساعة. تمام. وبعد كده نصفيه نشف من الميه بتاعته شوية. وبعد كده نعمل بيه عادي الاكلة. تمام. دي. تمام. خلاص احنا هنوطي. طب احنا شيف معانا اسلام من الشرقية. اسلام الو؟ استاذ اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ اسلام؟ اتفضل. اهلا بحضرتك. من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ اسلام، نورت. اتفضل. الله يخليك يا فندم، انا متابع حضرتك على طول والله على الفيسبوك. تسلم لي. تسلم لي يا استاذ اسلام. يعني انا متابع البرامج كلها. اشكرك. اشكرك وانا سعيده بيك والله، يعني اهل اسكندريه دول اهلي بلدي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تسلم لي. طالما عند حضرتك لو تسلم. اتفضل اتفضل. انا والله زوجتي واختي في ونفسهم يطلعوا معاكي والله. عيني حاضر، بعد البرنامج تواصل مع الاعداد وانا تحت امرك، ما عنديش مشاكل. اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، اسف جدا. ميرسي لاتصالك، بشكرك. تمام يا شيخ. خلاص يا استاذه امينه انا حطيت الجبنه. تمام اتفضل. وهحط برده الموتزاريلا، هي اصلا ساحت عشان المطبخ. يلا معانا مين؟ محمد من الشرقيه. ايوه. الغربيه اهلا وسهلا. يا جماعه اسمعوا صح. اهلا وسهلا بناس الغربيه. الو الو، اتصال اتقطع. لا يا جماعه انتم الغربيه ما ينفعش كده. ليه ليه اتصال الغربيه ليه؟ عشان الشيف صح الغربيه يا جماعه. طب يا شيف اوكي، قولي لي يا شيف بقى دلوقتي الخلطه دي خلطه بشاميل عاديه. تمام، بس لازم يبقى خفيف. انا هزوده لبن تاني دلوقتي. تمام. علشان خاطر اللازانيا، يعني مش مهم تكون تقيله. اللازانيا ما بتتسلقش. اللازانيا ما مش بتتسلق. يعني لازم يبقى البشاميل خفيف. تحطيها نية كده. ايوه تمام. ولو انت شاكه ان انت اول مره تعمليها ومش هتنجح معاكي ممكن تسلقيها نص سلقه عاديه، مفيش مشكله برضه. تمام. طب لو اتحطت وهي كده نيه مش هتاثر في حاجه؟ لا ما شاء الله، ان شاء الله تشوفها معايا دلوقتي. طيب اوكي، انا هشوف وادوق على فكره ان شاء الله. خلي بالك انا بطبخ كويس فعقيم. ها اكيد طبعا يا استاذه امين. حبيبتي تسلميلي، نورتيني يا حبيبه قلبي. احنا دلوقتي هنعمل المكرونه وبعدين نحضر اللزانيا. ان شاء الله. انا احتجت بس شويه. أيوة. ميه كمان للرز. ايوه رشا، رشا من الغربيه. اهلا وسهلا يا رشا. احنا ما ردناش على السمك على فكره. هخليكي تجاوبي دلوقتي على سؤال السمك. ايوه رشا، بعد رشا على طول. ايوه رشا. الو. ايوه يا رشا، مساء النور. ممكن تديني الشيف سحر؟ معاكي يا حبيبتي، اتفضلي يا رشا. الله ينور عليكي يا
شكرا يا حبيبة قلبي. هاني يلا اتفضلي. عايزة تقولي لها ايه تاني؟ ايه؟ عايزة تسأليها عن ايه تاني؟ منورة التاسعة. طبعا اكيد هي منورة كل حتة مش الشاشة بس. وش حمار من الكسوف. ماشي بشكرك بشكرك. اه يا شريف بقى دي المكرونه. اه تمام عشان ما نعملش اعلان بس. لا هنشيلها طبعا من الباكت بتاعها. اوكي تمام. هو النار هنا عاليه شويه على فكره. عايز اقول لك يعني شكرا لحضرتك. موضوع جامد قوي. هنطلع دلوقتي الصينيه بس انا خايفه على الرز ده. بصي حاولي ان احنا نقلب الرز. ممكن لو عايزه نوطي شويه عليه بس هو تقريبا مش. سيد كفر الشيخ. الو السيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بناس كفر الشيخ. عايز اتكلم الشيف صحر. اهي معاك يلا بينا شيف صحر. ازيك يا شيف صحر؟ ازاي حضرتك؟ وعايزه ابعت هدايا لمنى ومريم واحمد وعبد الله. على راسنا طبعا. منى ومريم ومين تاني؟ واحمد وعبد الله. واحمد وعبد الله. اهلا يا مريم واهلا يا منى واهلا يا احمد واهلا يا عبد الله. نورتونا في برنامج مصر مساء. وتيتا عزيزه بالمره. ومين ومين يا فندم؟ تيتا عزيزه. وتيتا عزيزه كمان. ومين تاني؟ احنا تحت امرك. كل سنه وهي طيبه. اتفضل. هتحب تسال سؤال؟ ومنوره الشاشه والله يا عبد الله. شكرا لحضرتك والله يا فندم. ده من ذوق. ربنا يخلينا شيف صحه نفسها جميله والله. تسلم ايديك. ربنا يخليك والله انت احسن. الريحه واصله لعند حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا تسلم ايديك. ربنا يخليك يا رب نورتنا. اتفضل. بصي يا استاذه اميره. ايه يا حبيبي اتفضلي. معلش المهم هنتصرف. ايوه شيف قولي. بسم الله هنحط كده. ده البشاميل. شويه بشاميل. تمام. لازم نتصرف كده يا جماعه. اكيد. قالوا لنا الجيش بيخلينا نتعلم. يلا بينا. طبعا بسم الله. بسم الله. هنحط كده اللازانيا. بنرصها بقى فوق جزء من البشاميل. ايوه تمام كده. شايفين يا جماعه؟ شايفين الشيف بتعمل ايه؟ بترصها كلها فوق بعضها صح؟ ايوه تمام. نحط بشاميل جزء منها يترص وبعدين بنحط عليه البشاميل. هنحط دلوقتي طبقه لحمه. تمام. يعني بعد الشيف ما عملت الجزء ده حطت جزء بشاميل وبعدين حطت تاني جزء من اللازانيا وبعدين هتحط في النص لحمه مفروم صح؟ ان شاء الله. تمام. شايفين؟ دلوقتي هتحط بشاميل تاني. وبعدين بسم الله هنحط دي اللحمه المفرومه صح؟ ايوه. هتحط اللحمه المفرومه في النص بعد ما حطت طبقتين من اللازانيا مع البشاميل. بصي هو عادي ان انت عايزه تعمليه في اللازانيا ده تعمليه بس اهم حاجه البشاميل يبقى مظبوط معانا. تمام. البشاميل سايل بالشكل ده. ايوه تمام. قولي لي شيف سحر هتدخل فرن ولا حاجه؟ ايوه اكيد هتدخل فرن بعد كده. ما هي ما احنا ما سلقناهاش. تمام. فهتدخل فرن بقى. أوه. عادي تتحمر صح؟ ايوه. اتفضلي. دي الطبقه اللي بعد المكرونه اللي بعد. أيوة. اللحمه المفروم. ايوه تمام. رصت اللازانيا فوق اللحمة المفرومة. يعني حطت اللحمة المفرومة واللازانيا فوقي. هتحط بشاميل تاني تغطي بيه الجزء اللي فوق. حسن الرز ده جرى له حاجة. الرز النار عالية قوي بس هو يجنن يعني. هو الريحة بتاعته تجنن ما شاء الله يعني. بصي يا شيف سحر هنحط تاني البشاميل ولا هنحط لازانيا؟ لا هنحط بشاميل بس كده خلاص. تمام. يعني هي يا جماعه حطت طبق حطت جزء من البشاميل تحت وبعدين حطت عليه لازانيا وبعدين حطت عليه بشاميل وحطت طبقه لازانيا تاني. تمام. وبعدين المفروم وغطت بالبشاميل. هنحط ديت في الفرن بقى. تمام ماشي. حطها في الفرن. طيب
يا جماعه دلوقتي الشيف سحر عملت لنا اللازانيا خلاص خلصتها وهتدخلها لنا الفرن. دلوقتي بقى معانا ايه بقى يا شيف سحر؟ هنعمل بقى لها الحمام. دلوقتي هنعمل الحمام ان شاء الله. تمام، حمام الكذاب. طريقه الحمام الكذاب هتقولها لنا. شيف سحر من فضلك قولي موضوع السمك المشوي، الميه اللي بتتعمل التتبيله. هنعمل هنجيب طماطميه نبشرها. تمام. مع الشطه اللي هي طماطميه مبشوره، في ناس بتقول عليها هريسه، الشطه المفرومه. الشطه المفرومه وفصين توم مفرومين برضو. تمام. ويعني عود خضره بسيط كده. تمام. وهندوبهم في شويه ميه ورشهم على السمك. تمام. بس الطماطم بتفرق جامد على فكره. تمام. طب بصي قولي لنا بقى طريقه الحمام الكذاب. الحمام الكذاب زي ما قلت لحضرتك، احنا جبنا نص كيلو كبد وقوانص. وحطينا الكبده الاول اتشوحت الانصه، سوري اكيد اتشوحت في البصل، وبعد كده الكبده. هو الحمام الكذاب بيسالوني الحمام الكذاب ده ينفع يتاكل ولا عشان كذاب ما ينفعش؟ والله كل واحد حسب بقى. حرام. حسب حرام. هو حرام اكله يعني ولا ايه؟ لا والله عادي. عادي صح، على فكره عادي. في ميه نازله من اللحمه. في ميه نازله من اللحمه هتحطها فين؟ هتحطها على الرز. شايفين انا اصلا ساعات بعمله بلحمه مفرومه عادي، ما فيش مشكله. تمام. هناخد دلوقتي شويه رز من ده نحشي بيه الحمام. هتاخد شويه رز تحشي بيه الحمام. هنحط بقى الميه دي، انا كنت حطاها تغلي اصلا فهحطها تاني. من فضلك انا عايزه برضو تضيفي لي، يعني وانت بتعملي ده عايزاكي تعملي لي سموزي برضو بتاع المانجا. تمام. تمام. يعني ايه، حطي جزئيه من هنا وسيبيها. تمام. ووريني برضو السموزي، انا عايزاكي تشرحي لي كل حاجه بسرعه كده من فضلكم. يعني هو انا بس عشان النار، انا خايفه على الرز اصلا. هعمل، حاضر ثواني. تمام. ممكن اخليه على مخلص، انا خايفه عليه. اعمل لنا السموزي كده. بسم الله. خلط مالي. اوبس. هنعمل ايه اول خطوه؟ اتفضلي. هنعمل ايه اول خطوه في السموزي؟ حاجه بسيطه خالص. قولي لنا كده اول خطوه. هنحط اول خطوه لنا الشيف سحر دلوقتي السموزي اللي هو المفروض ان احنا هناكل حمام كذاب وهناكل لازانيا، والمفروض كمان ان احنا هنحلي بايه؟ هنحلي بسموزي مانجا، يعني الدايت باظ. اتفضلي يا شيف سحر. هنحط كوبايتين لبن. كوبايتين لبن ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يبقوا ثلاثه عادي، مش مشكله. هنبوظ الرجيم خالص. دايت راح. ايوه كوبايتين لبن وهنحط المانجا. كوبايتين لبن او ثلاثه على نسبه المانجا، يعني قد ايه مانجا مثلا؟ دول ثلاث ثمرات مانجا. ثلاث ثمرات مانجا. والسكر مش هنحط كتير، لو عايزه يعني حسب، لو يعني حد حسب عايز ما احنا عايزين السكر. مش عسل ممكن على فكره، وسكر مش كتير حسب ما احنا عايزين. يعني لو احنا عاملين دايت ممكن ما نحطش سكر خالص، ممكن نحط عسل بديل. يعني عسل ابيض يبقى تحفه. عسل ابيض. هتضرب دلوقتي المانجا، ثمرات المانجا مع السكر مع اللبن. لا عادي يا جماعه، صوت الخلاط في كل البيوت على فكره، يعني كلنا عندنا خلاطات في البيت وممكن نصحى من النوم على صوت الخلاط عادي جدا. تمام. بس انا اسفه بس عشان انا ما دخلتش معلقه معايا، عشان ما حدش يعلق ان المانجا وقعت على الخلاط. بسم الله. بسم الله. شايفين السموزي؟ عايزاكي تحضريه تحطيه هنا كده. ادي السموزي يا جماعه، ممكن اللي تحضريه تحطوه لي كده هنا، عايزين ناخده كده صوره كده حلوه. تمام. ده السموزي بقى عشان لازم الحاجه تطلع نظيفه. تمام. شايفين؟ اتفضلوا بالهنا والشفا. يلا بينا، معانا ايه بقى؟ هنحشي بقى الحمام. هنحشي الحمام بسرعه كده، هتستحملونا نحشي الحمام بسرعه ان شاء الله؟ لازم يستحملونا. استحملونا بس نحمي، هنروق بس نحشي الدنيا كده. نحشي بس الحمام. معلش استحملونا شويه بليز. يعني بس هتحشي لنا كده حماميه توري بس الجمهور ساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين بيتعمل ازاي من فضلكم. يعني يلا بينا شيف. شيف. نعم. يا شيف. نعم. يا شيف قولي لي يا شيف. نعم. الحمام الكذاب ده بقى يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا في البيت عايزين احنا خمس افراد،
او ثلاث افراد تفتكري مثلا عشان ثلاث افراد ممكن نعمل قد ايه حمام كذاب مثلا؟ اربع افراد؟ ثلاث افراد في البيت مثلا. ثلاث افراد ممكن يعني حسب يعني مثلا هو ممكن يعني مثلا ممكن نجيب على قدنا كل هو ما شاء الله هو بي اصل حضرتك بتقولي مخلي فهل مخلي يشبع؟ ما جوه لحم جوه لحم يعني مثلا واحده منه بس تشبع ما شاء الله اصلا ده جميل جدا. بصي يا استاذه اميره تبليه حضرتك صح؟ بميه بصل ميه انا عاملاه طبعا يعني قبل كده حط عليه انا قبل ما اعمل الحاجه دي كلها سوري اتفضل لا ما تتوتريش خالص احنا معاكي. انا حطيت الحمام دوت في ميه بصل يعني قبل ما اعمل اللحمه باخد ميتها اعصر الميه بتاعتها واخدها احطها على الفراخ يعني بنستعمل البصل في حاجتين اكيد بتعصريه يعني الاول بعد ما بتقطعيه بعد كده بتعصريه بتبشريه صح وبعدين بتعصريه وبعد ما بتعصريه بتحطي تاخدي الميه بتعمله بقى في اللحمه واخد ميته للفراخ تمام وبرده متبله الكبد والقوانص برده. بصوا يا جماعه هي دلوقتي بتعمل ايه الرز اللي عملته اخدته بعد اذن حضرتك اتفضلي طبق السلوفان اتفضلي او الفويل يا جماعه بعد ما بتحشي بعد ما خلاص بتتبل الحمام الكذاب اللي هي المفروض الوراك المخليه بتاخدها تمام وبتحشيها رز من جوه رز كده وبتلفها بصوا اللفه دي وبتحطها جوه ورق فويل تمام وبيدخل اكيد الفرن يا شيف صح؟ لا احنا بنسلقه الاول في الميه وبعد كده بنفتح عليه الفويل ونديله وش بقى في الفرن كده. بتسلقيه بالورق الفويل ايوه بتحطيه في الميه بورق فويل صح تمام وبعدين بعد ما بتسلقيه بورق الفويل بتعملي ايه بطلعه واجيب كاتشب تمام احط عليه شويه زيت صغيرين وبالفرشه كده وادهن وشه ماشي وندخله الفرن وبالف هنا بيبقى حبيبه قلبي. طب يلا خلصي على مهلك يعني عايزه اقول لك اسره البرنامج عندنا متعاطفين معانا جدا. ايوه الو ايوه غربيه ناس الغربيه النهارده احسن ناس أيوة معانا ايوه بقى تعالى الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي. انا مريم بنت عم الشيف سهى. اهلا بك يا مريم. هلا يا مريم اهلا مريم اهلا ماجد. اهلا مريم ماجد ازاي صح منوره يا شيف. شكرا يا حبيبه قلبي منوره يا شيف سهى. شكرا يا مريم يا الغربيه احسن ناس تسلم ايديك منوره الشاشه. شكرا يا مريم يا قمر. خلاص يا استاذه مريم قفلت. الو قفلتي يا مريم؟ لا لسه. شفتي الشيف عامله لنا ايه النهارده يا مريم؟ مبوظه لنا الدايت والرجيم خالص يا مريم. نعم حاضر تمام. سامعيني يا مريم؟ بصي يا استاذه اميره مريم يا مش طب قولي لي ازيك طيب هاي اي حاجه يا مريم. ماشي يا مريم شكرا. شكرا مريم يا مريم دي جميله عمر مريم يا شيف بقى تعالي هي بقى. ديت العظمه بس اللي في بنسيب بتجيبيها مخليه بس فيها العظمه اللي في الاخر ايوه عشان تعرفي تلفي. في ناس بتتعب نفسهم كده بس بينيلوا الدنيا وبيبقى المنظر مش لطيف خالص فاهماني بالظبط. فانت بتجيبيها من حد عارف هو يعني هو بيعمل بيسيب لك إيه؟ العظمه الاخيره أيوة. دي اللي هي بتاعت وبندخل كده الرز فيها تمام شايفين هي بتحشي الرز جوه الوراك المخليه بتاعت الحمام الكذاب اللي هو اللي مش عارفه الناس كلها مستغرباه يعني عارفه ساعات بيعملوا اعلانات كده على الفيسبوك وتكتب حمام كذاب كلنا بنسال يعني ايه حمام كذاب يعني مستغربين يا جماعه طب ايه حمام كذاب انا اللحظه دي عرفت يعني ايه حمام كذاب. لازم نكبس عليها عشان تطلع يعني شبه الحمام بالظبط نقفلها جامد تمام عشان يهمونا بيقعدوا يحطوا بقى كده وتتخيلي انتي داخله تاكلي انا هحط دول في الميه عشان خاطر بس طب يلا بسرعه حطهم في الميه عشان بصراحه احنا مشتاقين جدا للحمام الكذاب. بسم الله انا حاطه في الميه بصلتين مقطعين. الفرخه بتبقى مش مسلوقه الفرخه يا شيف سحر بتبقى نيه بنجيبها نيه أيوة لا بنجيب وراك يا جماعه بس نيه ايوه مخليه مخليه بنقولوا عايزين وراك مخليه ما بتتسلق لا بتتحط بعد كده لما يتحط فيها الرز وتتلف بتتحط في ميه سخنه أيوة الميه السخنه دي بتخليها تستوي بعد ما بتطلع من الميه السخنه صح يا شيف أيوة بتدخل الفرن
ايوه بنشيلها من الفويل الاول وبعدين بنشيلها من الفويل الاول وبعدين بتدخل الفرن تدهن كانها حمام بالظبط. بص الرز هيكمل طيابه بقى عشان هنطلع طبق لوحده. تمام الرز دلوقتي خلاص بيستوي على النار عشان يطلع الرز لوحده مع الحمام الكذاب. أيوة. تمام واللازانيا طبعا ان شاء الله. مكرونه ورز بالهنا والشفا على قلبنا في وقت واحد. ها مكرونه ورز وندخل كلنا وناكل كلنا. حضر نفسنا النهارده اليوم العالمي للشيفات. الغطا بيمشي ولا ايه؟ عادي كله بيمشي. عارفه اتفضل لا بصي ممكن تعاري الحله اللي ممكن تشيلي الغطا بليز. ماشي تمام تمام كده. عايزين نشوف بس شكل الحمام الكذاب جوه كده وهو الحمام الكذاب بيعترف على نفسه. شايفه بكره يبقى صادق. هم بيقولوا لي الحمام الكذاب بيعترف على نفسه. طب والرز بيعمل ايه؟ البوتاجاز. شايفين يا جماعه؟ شايفين الشيف بتقول لنا ايه؟ خدوا بالكم هم عارفين قصد ايه. انظر على الهوا اهو شايفين بنلف ايه؟ بنلف الحمام الكذاب ازاي؟ شايفين؟ تمام. يلا بينا. فاضل واحد بس. فاضل اهي بص الحمامه الكذابه الفاضله دي. فاضل اتنين حمامتين كذابين نلفهم ونحطهم ونختم. والله الوقت معاها بيجري بسرعه يا جماعه. ممكن اطلع الحاجه نشوف منظرها كده وبعد كده نكمل طياب عادي؟ عادي. تمام. خلاص نسيب ده ونكمل طب بعدين. طب يا قلبي بصي دلوقتي يعني بصي يا شيف سحر اتفضل. ممكن في اكلات تبقى دسمه واكلات ممكن مثلا يعني الحمام الكذاب ده احنا ممكن نعمله يعني ينفع دايت؟ والله يعني ممكن يعني نحشيه. انا مش هفتي. في ناس بتبقى خايفه تقول لك لا ده انا الدايت ده انا ممكن يتخني. ممكن كل اللي محطوط ممكن فيه ممكن على فكره نعمل بصلايه. تمام. ونجيب شويه فريك منقوعين كده. تمام. والفريك صحي لو مش عايزين فكرة. رز الفريك صحي الذره طبعا. تمام. ونشوحه كده في البصل شويه. تمام. ونجيب برضو بديل النشويات اللي موجوده. أيوة. هنا الكتير. أيوة. في الرز. ونحشي بيه برضو الاوراك اللي هي حمام كده. تمام. تبقى جميله. تمام. يعني يا جماعه بصوا الشيف بتقول لكم ايه. بديل للرز هنعمل الفريك. يعني ممكن عشان الناس الهيلثي الناس اللي بتحاول تعمل دايت الناس اللي مش عايزه تتخن ممكن نعمل حمام الكذاب نحشيه فريك. الفريك بديل للرز. دي حاجه كويسه جدا عشان الناس اللي مش عايزه تتخن قوي. طب احنا بالنسبه للازانيا اكيد فيها برضو حاجات بتتخن. اكيد هي كلها بتتخن. يعني ناكل منها مثلا قطعه بسيطه صح؟ اكيد لو حد طبعا. عايز يعمل دايت لو يعني الواحد يعني لو نفسك فيها اكيد يعني بس ما نكترش برضو يعني. طب بصي انا عايزه اقول لك يا برحمه شيف سحر انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. انا وقتنا خلص بسرعه كده. اوعديني يعني بجد الوقت جري معاكي بسرعه. اوعديني ان تبقي موجوده معايا في حلقه تانية ان شاء الله. اكمل معاكي بقى الاكل الجديد. تقولي لي ان شاء الله اكلات تانية جديده. تحبي تقولي للساده المشاهدين ايه يا شيف سحر في نهايه البرنامج؟ هقول لهم يا ريت اكون كنت ضيفه خفيفه على قلبكم. تابعوني على عندك قناه على اليوتيوب. عندي قناه على اليوتيوب. قولي اسمها. لا قولي تابعوني على قناتي. تابعوني على اليوتيوب. في ناس كتير عارفاها بس انا ساعات بوقف كتير ان انا بعملش شغل وكده. طب قولي القناه. قولي لي عرفي الساده المشاهدين اسم القناه. قناه سحر السيد على اليوتيوب. قناه سحر السيد على اليوتيوب. كل الناس هتدخل يا شيف سحر عشان تشوف اكلك الجميل. تمام. اوعدينا بحلقه تانية ان شاء الله. والله يا فندم هتقولي حاجه للجمهور؟ لا انا بشكر بس ماما ست الكل عشان هي في ظهري. ربنا يخليكي ويخليكم لبعض يا رب. يا رب. وبشكر برده اخواتي ربنا يخليهم ليا ويا رب كده من نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله يا شيف سحر. وكان نفسي اطلع لهم الحاجه بس البوتاجاز ان شاء الله هتطلع الحاجه ان شاء الله. طب يا جماعه انا في نهايه البرنامج والله انا سعيده جدا طبعا بالشيف سحر وسعيده طبعا بالضيوف اللي كانوا معايا الكرام استاذ محمود واستاذ محمد شركه وسيله. النهارده الاخبار اللي قلتها يا رب تكون اخبار مهمه افادتنا كلنا.
في نهاية برنامج مصر مساء، أنا بحييكم، بشكركم جدا على أن أنتوا كنتوا معايا ومشاركيني النهاردة الوقت الجميل ده. أنا الوقت معاكم بيجري جدا، بحبكم جدا، وإن شاء الله انتظروني في أخبار جديدة، وانتظروني في حلقة جامدة جدا الأسبوع اللي جاي بإذن الله مع أميرة مرسي.